السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات، أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله موضوعنا عن الإمساك، والإمساك ده عادة بيبقى موجود أكتر عند كبار السن وخصوصا السيدات، لكن هو موجود في كل الأعمار حتى موجود في الأطفال، وطبعا ده بيبقى ليه أسباب كتير. وفي نفس الوقت لازم نفهم يعني إيه كلمة إمساك. الإمساك هو قلة عدد التبرز عن المعدل الطبيعي اللي الشخص متعود عليه، وخصوصا لو كان البراز ده جاف أو ناشف أو في صعوبة في إخراجه، بالتالي بنطلق على الموضوع ده إمساك. عادة الشخص الطبيعي بيتبرز حوالي 3 مرات في اليوم أو ممكن 3 مرات في الأسبوع. طب إيه هي أهم أسباب الإمساك؟ من أهم الأسباب قلة الحركة وعدم أكل الألياف الطبيعية اللي هي موجودة في الخضروات والفواكه والبقول، وقلة شرب المياه. دي من ضمن أهم 3 أسباب تخلي الشخص ده عنده إمساك. لكن في ممكن أسباب أخرى، زي مثلا الناس اللي هي لسه خارجة من العمليات ده بيبقى عنده إمساك، أو الناس اللي بتاخد أدوية معينة زي الأدوية مثلا بتاعة الحموضة أو المعدة اللي فيها ألمونيوم، أو الأدوية بتاعة الضغط اللي فيها مواد زي التينورمين أو الدلتيازيم أو الأملوديبين. أدوية الضغط دي برضك بتعمل إمساك، أو الأدوية اللي فيها مدرات للبول اللي هي لمرضى الضغط، لأنها بتحرم الشخص من كمية المية اللي موجودة في الجسم بطريقة طبيعية، وبالتالي بيحصل إن البراز يبقى جاف، وده ممكن يؤدي إلى إمساك. برضك في بعض الأمراض ممكن تؤدي إلى إمساك، زي كسل الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الجار درقية أو زيادة الكالسيوم. كل الأسباب دي ممكن تؤدي إلى إمساك. الاكتئاب وأدوية الاكتئاب ممكن تؤدي إلى إمساك. طب ما هي خطورة الإمساك؟ خطورة الإمساك إن ممكن يحصل بواسير، ممكن يحصل شرخ شرجي، ممكن يحصل انسداد معوي. طب إزاي نشخص الإمساك؟ أولا بنسمع التاريخ المرضي من المريض، ثانيا بنكشف على المريض ونكشف على بطن المريض ونكشف على فتحة الشرج بتاعة المريض عشان نشوف إذا كان في أسباب خاصة بفتحة الشرج ولا لأ. في بعض الأحيان بنعمل تحاليل زي مثلا تحليل سكر، لان من ضمن اسباب الامساك برضك السكر، زي ما اتفقنا خمول الغده الدرقيه بنعمل تحليل بنشوف اذا كان في سبب يؤدي الى الامساك ولا لا. ايضا بنعمل اشعه تلفزيونيه على البطن علشان نشوف اذا كان في اي مشاكل او بعد الشر اذا كان في ورم في الحوض ولا حاجه، لان في بعض الاحيان من ضمن الأسباب بتاعة الإمساك أورام في الحوض أو ورم في القولون نفسه. وطبعا الأورام بتاعة القولون ممكن تكون موجودة خصوصا في السن الكبير، وممكن تؤدي إلى أنيميا، وممكن تؤدي إلى نزول دم خفي في البراز. وطبعا دي احنا بنعمل دلائل أورام قولون برضك للحالات اللي هي عندها إمساك مزمن وخصوصا السن الكبير، عشان نطمئن إن المريض ده إذا كان عنده سرطان في القولون ولا لا. طب ايه هي الطرق العلاج بتاعة الامساك؟ مهم جدا جدا ان احنا نفهم ان في حاجات طبيعية ممكن تساعدنا في علاج الامساك، اهمها شرب المية الكتير، وان احنا ناكل اكلات فيها الياف طبيعية زي الخبز الاسمر، زي الخبز الأسمر فيه ردة، وزي الخضروات وزي الفواكه وزي الأوراق الخضراء زي مثلا الجرجير والفجل، والحاجات دي كلها مفيدة جدا جدا. مهم جدا شرب المية الكثير، الرياضة، المشي من نص ساعة لساعة يوميا، كل ده مفيد جدا جدا في حل مشكلة الإمساك. في بعض الوصفات الطبيعية بتجيب نتيجة كويسة، من أهمها إن احنا ناخد معلقة زيت زيتون بعسل كل يوم الصبح، دي بتساعد جدا جدا في حل مشكلة الإمساك.
مهم جدا ان احنا ناكل علبة زبادي يوميا وكوباية لبن دافية اللي هي الجاموسي يوميا، دي برضك هتساعد جدا جدا في علاج الامساك. اليانسون مفيد جدا، الحلبة خصوصا حلبة بالحليب مفيدة جدا جدا، البردقوش بيجيب نتائج حلوة، النعناع ممتاز لعلاج الامساك، السلامكة في بعض الأحيان بنلجأ ليها، ولو إن في بعض الأحيان هي بتعمل مغص لكن مفيدة في حالات الإسهال، لكن طبعا إحنا ما بندهاش للحوامل. في نفس الوقت الكمون مفيد جدا جدا، إحنا طبعا بنديه كمان للأطفال، بيحسن جدا جدا من الإخراج وبيريح الغازات والانتفاخات بتاعة البطن. في نفس الوقت الليمون والبرتقال مفيدين جدا. الفاكهة المجففة زي البرقوق وزي التين وزي الخوخ، الحاجات دي كمان مفيدة جدا جدا بالنسبة للإمساك. طبعا في ناس بتستعمل الصبار، ولكن أنا مش موافق عليه لأن في بعض الأحيان بيبقى فيه سموم. البابونج ده، شاي البابونج مفيد جدا جدا وبيعمل نتائج ممتازة بالنسبة للإمساك. الحلبة بالحليب ممتازة، بتجيب نتائج ممتازة. في بعض الأحيان بنلجأ لزيت الخروع، ناس كتير قوي بتاخد زيت خروع، وده برضه بيجيب نتائج بس بنقلل الكمية بقدر الإمكان عشان ما يحصلش إسهال. زيت الكتان مفيد برضك في علاج الإمساك. بذور القطونة بتجيب نتائج هايلة. نكتر دايما من الاوراق الخضراء زي ما اتفقنا، البقدونس، الجرجير، الفجل، كل الحاجات دي كلها بتجيب نتيجه ممتازه، والشبت الاخر بيجيب نتيجه ممتازه. زي ما اتفقنا اهم حاجه شرب الميه كتير، الزبادي، الالبان، ان الواحد يعني يمشي من نص ساعه لساعه يوميا، نعتمد في الأكل بتاعنا على الأكلات اللي فيها ألياف، نبتعد عن الفاست فود، الحاجات دي كلها مفيدة جدا. الزعتر الرخر بيجيب نتائج حلوة جدا في الإمساك. مهم جدا من ضمن الوصفات الجميلة إن إحنا ممكن ناخد عشبة البابونج ونضيفها على الراوند ونضيفها على النعناع ونشرب كوباية يوميا، دي هتجيب نتيجة ممتازة جدا جدا في الإمساك. أرجو أن تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.